الشام هو الحاكم على كل الحروب حاضر مزار الحد فصيح الرد حدود الساتر القاهر أنا الناطق منو اللي يسأل منو الرابح منو الخاسر إليكم قصة القاع الأسيرة الكاتب هالشهيد الحي ضميرة من أول ضحكة للدمع الأخيرة سلاماً سلاماً خذ سلاماً زلم تاريخ والتاريخ ما يرحم جبان يعيش لكن بيته ما يسلم جاب الدار وجهه وخاف يم البيها يتقدم أكبر من